والله العظيم. وانا مش مكسوف اللي انا يعني انا 2015 كان معايا 20 جنيه بالظبط وانا كنت ساكن في السويس. خدت ميكروباص من حته اسمها السلام عندنا لحد رمسيس بعد فضل معايا 10. وكان النجم محمود الليسي عامل حفله، هو فاكر الكلام ده كويس جدا على فكره، كان عامل حفله هنا في العجوزه كاف مكان يعني، وهو كان يطلع الساعه 3 4 انا ما اعرفش، بحسب بالليل عندنا كواحد من السويس الساعه 10 9، وهو بالليل بتاع الصلاه قعدت استناه ليل العاصمه. والله العظيم بتكلم بجد، هو عارف الكلام ده، قعدت استناه لحد الساعه 4 كان الجو برد جدا، فقال لي خش يا تعالى وبتاع، كنت رايح تبع حد هو بيحبه جدا، قال لي انت ومش انت ومش عارف ايه وربنا هيكرمك وتعالى، واحتضني جدا والكلام ده كله، عشان بقول ليه معزه كبيره في قلبي. فليه بقول ايه الشاهد من الكلام ده؟ انا في 2015 كان ده حالي، يعني من 7-8 سنين كان ده حالي. دلوقتي بعد 7-8 سنين انا قاعد جنب النجم الكبير اللي انا بعشقه، ده نفحه من ربنا. فده وراكب الحمد لله احسن حاجه وعايش احسن عيشه واحسن رزق عندي. فاستحاله بعد انا عن نفسي بتكلم يعني بعد كرم ربنا ده كله ابص لحد، استحاله استحاله. كل واحد ليه معاد على فكره، يعني لو ربنا بيشاور كل واحد ليه معاد. ما غيري باجي لي وقت بقعد بالاسبوع مش ولا اوردر، وكله بيجي ايام 4 اوردرات في اليوم، وسافر بره ورحت امريكا ورحت اوروبا ورحت الوطن العربي لفيت رزقي هبه. يعني ما بتحسبهاش ابدا السوق بكام، فانا استحاله انا ماليش دعوه، انا بقيم نفسي انا. انا ممكن سنه اكون ناجح فيها، انا ممكن سنه اكون ناجح فيها وازود. وبعدين يعني مثلا النجم اللي جنبي ده اكيد بياخد اكتر مني، لان هو قبلي في التعب، قبلي في الشقه، قبلي في النجوميه، قبلي في الشهره، اكتر في الاوديوات والنجاحات. هل من المنطقي ان انا ابص له اقول ازاي ده اعلى مني؟ استحاله. اولا هضايق نفسي نفسيا، وبيقولوا البصه في طبق غيرك مش بتشبعك، وبرضه بيقولوا ما تقارنش موسم يعني زراعتك بحصاد الاخرين، هم في غيري اقدم مني، مش قصدي طبعا نجم محمود الليسي، انا بتكلم عموما في نجوم قبل منك بيحصدوا اللي هم من 20 25 سنه. انا لسه في النجوميه بقالي 4-5 سنين. تعليقك ايه برضه على الجمهور اللي هو في الفتره الاخيره شايف ان النجم ده طلع مره واحده وربنا كرمه مره واحده؟ هو رزق هو ربنا، وربنا لما بيدي ما تساليش ليه، الله اعلم. واديله مره واحده والسبب مش لازم يكون بيغني كويس او بيغني حلو، او هو ممكن يكون بيعمل حاجه لله، امه راضيه عنه، هو ربنا عايز يديله بعد كده هينزله، او ربنا عايز يقعده، او انا ماليش دعوه. انا بص في ورقتي واجتهد وبس.